كاينش طواريط أستاذ، ما كاينش طواريطات. دابا بنادم تتزاير فين غيمشي؟ تيقول لك المنبول على السور، والسور اللي تجي تشوف راه تاريخ، كانوا دايرين طواليطات ومراحيض، راه غتلقى الشوارع نقية والغازو نقي، ولكن ما الغالب الله كانوا طواليطات، راه كلشي مستافد، مواطن البراني ولد البلاد، وما كاينينش طواليطات. هادي هي تنطلبوا من تنطلبوا الرباط عاصمة، وتنطلبوا من هاد الجماعة واش تيشوفوا شي حل، يديروا شي بلايص شي خويات يديروا طواليطات، وعلينا وعلى وليداتنا وعلى المواطن بصفة عامة. وتنطلبوا من الله يدير شي تاو هادو. يعني انسان تيكون مريض او شي حاجه من طبيعه الحال انه خصو فين يعني الا ما لقاش فين غيجي للشارع وغيدير داكشي، فهمتي؟ خص الانسان يعني خص هاد اي واحد خصو يشوف هاد الحوايج، الناس المسؤولين يشوفوا هاد الحوايج انهم يراعيوا لهاد الناس هادو اللي تيكونوا ما يعني مراض ولا شي حاجه، ضروري انهم خصهم يديروا لهم شي بلايصه فين يفرغوا داكشي ديالهم. يعني هذا الرباط هذا راه عاصمه، يعني ما يمكنش ضروري خصهم يشوفوا كيفاش خصهم انهم يكونوا طواليطات، ضروري من الاكيد خصهم يكونوا. علاش؟ لان كاين الناس ماشي خصيصا للناس الرباط، كاين الناس اللي برانيين ما كيعرفوش فين يمشي يجي للشارع ويدير ويتوضا ويدير اي حاجه. للاسف اشكاليه غياب المرافق الصحيه بعاصمه المملكه مدينه الرباط تقلق راحة الساكنة وزوار المدينة. كما تنشوفوا أن مدينة الرباط في إطار المشروع الملكي ديال متينة الأنوار، المشروع الرائد اللي تنشوفوا واحد التغيير كبير في العاصمة من جميع من البنية التحتية من جل الفضاءات التي أصبحت تغري الزائر. وتنشوفوا الحمد لله الآن المسبح الكبير، مجموعة من المشاريع كبيرة، ولكن تنتسائلوا كما يتساءل جميع الساكنة لماذا لحدود الساعة لم يتم تفعيل إحداث مرافق صحية في هذه المؤسسة، لأن للأسف الزوار ديال المدينة ولا أبناء المدينة تيبغيو المرفق حاجة فين يديروا الحاجة ديالهم كيف تنقولوا، أنهم ما تلقوش هذا، وهذا مشكل حقيقي. والتساؤل العريض هو ان جل المجالس المنتخبه من عهد فتح الله العلول البحراوي وغيرهم من وصديق كله كان نقاش حول المرافق الصحيه، ما تعرفوش شنو هي الاشكاليات الحقيقيه، لماذا ما تطبقوش على ارض الواقع، لماذا ما يكونش حلول على الاقل يكون كما تنقولوا مراحيض او مرافق صحيه متنقله كما تتكون في المعارض. وكما نذكروا المسؤولين انه فقدنا مدينه طنجه فقدت معرض دولي بسبب غياب المرافق الصحيه. الان الرباط غادي في واحد الصيروره وواحد التطور كبير، يجب ان يراعي المسؤولون احداث هذه المرافق. وايضا يعني تيضر الخاطر وتيألمنا ان تنشوفوا اننا نتبول على تاريخنا، تنتبولوا على الاسوار التاريخيه، تيتبولوا على المؤسسات العموميه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.